وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام تارات واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت واذكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواتون.